السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم القصه ديالي مع صحيح النهار. انا ديجا ما كنتش كنشوف حتى شي حاجه، كنت كنشوف غير بابا كيدير لي حتى شي حاجه. يعني من الصغر تقريبا ملي كنت عندي 6 سنين، دابا في عمري 26 عام. مؤخرا في السوشيال ميديا كنشوف الدكتور الرفاعي والناس اللي كيدوزو عنده لي زوبيراسيون ناري ديال صحيح النظر، كتنجح لهم العمليه. صافي التجأت لعندو، جيت هنا للرباط، دوزت لي غادو ديالي لي توبوغرافي وداكشي. بقى عندي نفس المشكل اللي عندهم هما ديال صحيح النظر، يعني الطب ما كنشوف والو، داير الطبابة ما كيبان لي حتى شي حاجة. صافي الحمد لله دوزت عندو لي غاديو كاملين، قال لي العملية اللي غاتجي معاك، عطاوني لا فيديو نتفرج فيه، اقتنعت بداكشي. يعني 99.99% كتنجح العملية. صافي رجعت عندهم هنايا، مشيت لاكلينيك دوزت العملية. العملية ما كتفوتش من 5 حتى 10 دقائق. صافي انفو كيدير ليك العملية، كتحل عينيك كتلقى راسك كتشوف مزيان احسن من الاول. يعني انا ما تيقتش، كنقول واش هادشي بصح ولا لا. صافي الحمد لله تبعت لي طريطمون ديالي، عطاوني الدواء ديالي، كنرجع عند الكونترول الاولاني رجعت لقيت واحد التحسن. عاوتاني دابا رجعت تقريبا رجعت عاوتاني لقيت تحسن مزيان 8/10 بالعين وجوج بهم. دابا اللهم لك الحمد. وكننصح الناس باش يجيو عند الدكتور الرفاعي باش يحيدوا هذا المشكل اللي عندهم. شكرا.